بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيد المرسلين وامام المتقين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه باحسان الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بكم مجددا في برنامجكم الماهر هذا البرنامج الذي نحاول ان نعين فيه انفسنا وان نتذاكر مع اخواننا وان نلتف حول مائده كلام الله سبحانه وتعالى. نستمع فيه لتلاواتكم ولمشاركاتكم ونجيب على بعض الاسئله لمن يعني يسر الله سبحانه وتعالى لنا ان نبين بعض الاجابات فيها ونوضح ما تعسر على الناس ونيسر الله سبحانه وتعالى هو الميسر فاذا يسر الله الامور تيسرت ولا نتقواها واستقاد عسيرها فاهلا وسهلا بكم مجددا في برنامجكم الماهر كعادتنا نتناول في بدايه كل برنامج شيئا من الجانب النظري ونستعين في ذلك بمذكره في احكام التجويد بروايه ورش عن نافع من طريق الأزرق الشيخنا رحمة الله عليه الشيخ يخلف شراطي رحمة الله عليه واليوم نتناول آه بابا مهما من حكم لفظ آلان في موضعي يونس وهذه آه الكلمة بالذات فيها في موضعي يونس كنا قد أدرجناها في آه يعني في باب آه الهمزات او التقاء الهمزات والمفروض اننا لا بد ان كما يلاقى او ندرس في هذا الكتيب في منهجيه يعني دراسته ان نتناول هذه الكلمه قبل باب احكام الهمز لكننا فقط اردنا ان نفرد لها يعني حصه ونكون يعني أشد تركيزا في بيان أحكامها فآلان في موضع يونس في الآية 51 في قول الله سبحانه وتعالى أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ آلانَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ والآية الثانية الموضع الثاني الآية 91 من نفس السورة آلان وقد عصيت قبل. وكنت من المفسدين فأصل الكلمة لان أو الآن الآن, الان ثم دخلت على الكلمة همزة وصل من لام التعريف فنقول الآن الآن ثم دخلت على همزة الوصل همزة استفهام فصارت الآن هذه الكلمة أصلها الآن فشيخنا قال اتفق القراء على إبدال الهمزة الثانية حرف مد مع التسهيل أيضا لورش فيها مع التسهيل أيضا لورش فيها فتقرأ آلانا الانا او الانا الانا او الانا ولورش رحمه الله نقل حركه الهمزه الثالثه الى اللام الساكنه قبلها فاصبحت اللام مفتوحه وبالتالي اصبحت كلمه آلان اصبحت الانا او الانا فحاولوا نركز فقط عن اصل الكلمه. قلنا الكلمه اصلها الان الان ثم دخلت عليها همزه الوصل من لام التعريف الان ثم دخلت على همزه الوصل همزه استفهام فصارت الان ولورش ولورش كما قال شيخنا ولورش نقل حركه الهمزه الى الساكن قبلها فصارت الان صارت الان ثم هذيك التقاء الهمزتين آآ قبل اللام الساكنه هذيك تبدل حرف مد يعني تبدل الهمزه الثانيه من التقاء همزتين في كلمه واحده حرف مد ويجوز كذلك وجه التسهيل فيها فتصبح الكلمه تقرا آلانا باعتبار الاصل لان اللام ساكنه فتقرا آلانا وكذلك عندي فيها وجه التسهيل آلانا آلانا وباعتبار العارض فان الهمزه الثانيه تمد بتمد مدا قصرا فشحال عندي فيها من وجه قال همزة الوصل فيها همزة الوصل فيها التسهيل وفيها المد قصرا وفيها المد طولا معناتها يجوز لي نقول ألان ويجوز لي نقول ألان ويجوز لي نقول ألان وقد عصيت التسهيل جاء من قضيه التقاء الهمزتين وهذا معروف ان ورشا اذا التقت همزتين مفتوحتين فان الاولى تحقق والثانيه تسهل والثانيه تسهل واللي سهلت هي همزه الوصل اما همزه الاستفهام الداخل على همزه الوصل هي اللي رانا نحققها الان وباعتبار المد قصرا لماذا لان اللام التي جاءت بعد الهمزه الثانيه همزه الوصل صارت مفتوحه لماذا لانها نقلت حركه الهمزه التي جاءت بعدها اليها فتقرا الانا ألان وقد عصيت قبل ويجوز لي المد قصرا ألان باعتبار العارض معناتها الفتحة هذيك تاع التحريك ويجوز لي كذلك أن أقرأ حرف مد طولا ألان وقد عصيت باعتبار الأصل باعتبار الأصل أما اللام اللام أو الهمزة اللي جاءت بعد اللام معذرة الهم أما الهمزة التي جاءت بعد اللام ففيها ثلاثة أوجه وصار فيها مدام نقلت حركة الهمزة إلى الساكن قبلها ولت اللام مفتوحة والهمزة صار لا أثر لها, لها على اللسان يعني على النطق صار الحديث على اللام مع أن اللام هذه المفتوحة فيها ثلاثة البدل القصر والتوسط والطول فقط فائدة نفتحه فقط فائدة هذه من الكلمات المستثنيات عند بعض أهل القراء وجماهير أهل الأداء من البدل باعتبار العارض وهي شبيهة بكلمة عاد الأولى فعاد اللولى من القراء من من الحقها بالبدل باعتبار الاصل وهناك من استثناها من البدل باعتبار العارض كذلك هذه اللام المفتوحه فباعتبار الاصل بدل لانها اصلها همزه نقلت الى الساكن قبلها لكن باعتبار العارض تستثنى من البدل لماذا قلت هذا المعلومه؟ لاننا سوف نستفيد منها لاحقا. ولهذه الكلمه خمس حالات مبينه او مبينه فيما يلي. لهذه الكلمه خمس حالات مبينه فيما يلي. اولا الحاله الاولى الحاله الاولى، وانا فقط حبيت نركز على بعض الحالات باش ما نخلطش ويكفي أن الإنسان يقرأ بوجه من الأوجه يكون قد أدى القراءة صحيحة، يكون قرأ قراءة صحيحة. <applause> همزة الوصل تُمَدُّ مدًّا طولًا، احنا نتكلم على قضية همزة الوصل لأنها أَا أَا فالأولى همزة الاستفهام دخلت على همزة الوصل. فالهمزه همزه الوصل تبدل مدا طولا وفيها ثلاثه اوجه لكن الحاله الاولى نحاول اننا نركز الحاله الاولى هي البدء بها بالبدء بها بالكلمه بهذه الكلمه الانا ووصلها بما بعدها وفيها سبعه اوجه وفيها سبعه اوجه اذا باعتبار اننا مدينا الهمزه على الوصل مدا طولا عندي فيها اللام فيها ثلاثه اوجه لان الحاله الاولى نقول بدء بها وصلها بمعدها نقول الان وقد عصيت فيجوز لي نمد الان وقد عصيت وجه الوجه الثاني ألا وقد عصيت. الجهة الثانية ألا وقد عصيت إذا مع المد تاع الهمزة تاع الوصل عندي ثلاث أو ثلاث بدل اللام إذا وش عندي هنايا؟ عندي ثلاثة أوجه نعدوا مع بعض، ثلاث أوجُه. المدُّ قصرًا عندي فيه في اللام قصر اللام فقط. ألا وقد عصيت، رانا في الحالة الأولى. ألا وقد عصيت. لماذا فيها غير القصر؟ لأننا اعتبرنا أن أن اللام مفتوحة أصلا هي منقولة يعني هذه الفتحة على اللام جات من الهمزة اللي كانت قبلها لكن كأننا اعتبرنا أن اللام أصلا مفتوحة فاستثني البدل ولهذا نقول آلان وقد عصيت إذا في المد طولا وش عندي عندي ثلاث أوجه في المد قصرا وش عندي عندي قصر فقط إذا ثلاثة وواحد عندي أربعة أوجه الحالة الثالثة اللي هي تسهيل فيها ثلاثة أوجه نقرأ <applause> آلان وقد عصيت آلان وقد عصيت آلان وقد عصيت إذا مع المد طولا عندي ثلاث أوجه مع المد قصرا عندي وجه واحد هو القصر مع التسهيل عندي ثلاث أوجه إذا ثلاثة والواحد وثلاثة عندي سبعة أوجه وهي الحالة الأولى اللي هي البدء بها ووصلها بما بعدها معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بالأخت الكريمة حياك الله شيخنا أهلا وسهلا بالأخت الكريمة من أي منطقة الأخت الكريمة؟ هبة الله سليماني من ولاية نعامة أهلا بأهل النعامة، ما شاء الله. شكرا الله يبارك فيك الأخت الكريمة، أنت من متابعين برنامج الماهر الأخت الكريمة؟ نعم. الله يبارك، ما شاء الله. أه... عندك مشاركة بتلاوة رواية ورش تلاوة سورة التحريم ثم الثاني. خلاص اقرأي ما تيسر استمعي إلي وانتبهي للتوجيهات خلي التليفون قريب ليك من فضلك وانتبهي للتوجيهات حتى نستفيد جميعا جزاك الله عنا كل خير حسنا استعيدي وانطلقي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله قربي التليفون من فضلك من فمك حسن تسمعوني الآن نعم، قربي فقط ما تبعديهش فقط باش ما من نسمع منك. توبوا إلى الله توبة نصوحا. جيد. نعم. شيخنا تسمعني؟ أسمعك جيدا. حسنا. توبوا الى الله توبه نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار هبة هبة يا هبة يا هبة والذين آمنوا معه يا هبة نعم انتبهي خلي التليفون قريب لك وانتبهي للتوجيهات عودي من فضلك ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار اظهر الراء لان الراء حرف بيني لا بد من جريانه جريانا جزئيا واظهار حكمه لانه مفخم لا بد ان يظهر حسنا نعم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي او الذين امنوا معه نعم نورهم يسعى بين أيديهم يسعى وبأيمانهم يا هبة يا, هبا يا هبا نعم نورهم يسعى إذا أوضح التقليل نورهم يسعى يسعى حسنا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم نعم ربنا أتمن لنا نورنا واغفر لنا نعم إنك على كل شيء قدير هبة نعم كم عمرك يا هبة عشرون سنة الله يبارك ما شاء الله شوفي هبة قراءتك طيبة ما شاء الله أداء. نعم. أنتِ تقرأين بالتوسط؟ نعم بالتوسط نعم، إذا قريتي بالتوسط وش عندي في الذات؟ نعم شيخ لم أسمعك إذا قريتي البدل بالتوسط وش وش الحاجة اللي ما هي التحريرات التي ينبغي أن تحافظي عليها؟ أربع حركات يعني والتقليل نعم التقليل في الذات نعم نعم والتوسط في اللين صح؟ نعم إذا حافظي على هذا الشيء، أنتِ تحفظين، تحفظين شيئا من القرآن يا هبة؟ نعم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ربي يقدرك، لكن شوف رح ننبهك لشيء، قراءتك طيبة ما شاء الله، مخارج الحروف لديك وصفات الحروف لديك ما شاء الله، وأنتِ تحترمين أصول رواية ورش. شكرا شيخنا فواصلي لا تقطعي واصلي حفظك بهذا الاتقان حسنا انت تقرأين في المدرسه ولا في في نعم اقرأ في مدرسه قرآنيه ما شاء الله قراءتك طيبه ما شاء الله هبه من نعامه ما شاء الله ما شاء الله أدام الله عليك هذا الخير ان شاء الله شكرا ربي كل خير شيخنا شكرا جزاك الله عنا كل خير يا هبه شكرا شكرا الله يجازي الاخت من الهبه من هبه الرحمن من عامه على هذه القراءه لتنم تنمو عن هذا الاتقان وهذا الضبط وهذا الحرص في ان يحترم او ان تحترم اصول روايه ورش وان تحترم تحريراته. آه نعود إلى الحالة الثانية أه وصلها الحالة الثانية الحالة الأولى قلنا البدء بها ووصلها بما بعدها وفيها سبعة أوجه وأنا فقط حبيت أن نذكر بعض الحالات وليس كل الحالات لأن في الأخير نخرج إذا درسنا كل الحالات سندرس إلى تسعة, تسعة وستين وجه في آلانة. احنا فقط لا نريد ان نعسر على الناس لمن اراد ان يستزيد فكتب التوجيه التجويد وكتب القراءه يعني معروفه لمن اراد ان يبحث فيها ففقط اردنا ان نسهل على الناس الحاله الثانيه وصلها بما قبلها والوقف عليها وصلها بما قبلها والوقف عليها أو البدء بها والوقف عليها كذلك يكون عندي نفس الأوجه نجون نفس المثال إذا كان عندي وصلناها بما قبلها وقفنا على هذه الموضع هذه الكلمة هذا الحرف هذا الحرف وقفنا عليه أو ابتدأنا بها وقفنا عليها كقول الله سبحانه وتعالى آلان وقد عصيت هنا يا رانا كملناها لكن نبتدأ بها ونوقف عليها فيها تسعة أوجه مع أنت تولي لي آلان هذيك عارض فقط إذا عندي فيها المد في همزة الوصل مدا طولا يجوز لي نقرا آلان 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 أوجه المد قصرا في ثلاث أوجه لماذا؟ لأنه وقفنا عليها لو وصلناها شيء آخر ولهذا حبيت فقط ندير هذه الحالة لأنها حالة مهمة المد قصرا آلان آلان آلان, آلان الوجه الثالث اللي هو التسهيل آلان ألان ألان إذا عندي المد طولا فيه ثلاث أوجه، همزة الوصل طولا فيها في اللام ثلاث أوجه حال الوقف عليها إذا ثلاثة، المد قصرا في همزة الوصل عندي في اللام كذلك حال الوقف عليها ثلاث أوجه وفي التسهيل كذلك عندي فيه في اللام عندي حال الوقف عليه ثلاث أوجه، إذا عندي ثلاثة ثلاثة وثلاثة، إذا عندي آه تسعة أوجه. واذا جينا الى الحاله الاولى والحاله الثانيه نقول مجموع الاوجه المقروء بها هي 16 وجه معنا اتصال اخر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بالاخت الكريمه اهلا وسهلا شيخ اهلا وسهلا من اي من اي منطقه الاخت كريمه ام عبد المالك مثل مسان ام عبد المالك؟ نعم مثل امسان أهلاً بأهل تلمسان أهلاً بأهل العلم وأهل الكرم وأهل الفضل طبعاً تلمسان كانت ولا تزال حاضرة من الحواضر العلمية ومعروف يعني كانت قامة وكانت قبلة للناس قبل تاريخ يعني بعيد في العلم والقراءة والحفظ والإتقان الحمد لله. أه لله. أم عبد عبد المالك ربي يجازيك نعم. أنت يا من متابعين برنامج الماهر نعم شيخ بالمشاركة الثانية يعني صار لي ثلاث سنين ملي شاركت معكم الله يبارك أهلا وسهلا أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا صافي صافي ماكيش ضيفة يعني راكي <applause> راكي راكي مولات الدار يعني <applause> الله يبارك فيك شيخ أهلا وسهلا معليش من تجربتك الله يبارك فيك ما هي ما هي نعم. الاشياء اللي تشدك الى هذا البرنامج؟ ما هي النقائص التي ينبغي ان نسلط او ينبغي ان نسلط عليها الضوء يعني كي يعني يعني نطور من هذه الحصه او وش هي النصيحه اللي تقدميه لنا ما دام راكي متابعه ووفيه ونعم. نعم. ونعم. ان شاء الله تفضلي. يعني في الحقيقه والله شيخنا يعني ما شاء الله البرنامج كفيت ووفيت يعني نحن نستفادوا من الاخطاء اللي يرتكبوها الاهل الاخوان المشاركين وتصحوها يعني نكونوا احنا نكونوا نستمعوا ونستفادوا من الاخطاء الله يبارك فيك بها رحنا نتعلموا ربي يجازيكم ربي يبارك فيك انت تحفظين شيئا من القران ام عبد الملك نعم ما تيسر من القران الكريم ما شاء الله ما شاء الله ربي, ربي, ربي يحفظك خلينا نسمعوا خلينا نسمعوا بعد هذا الغياب الطويل تاع ثلاث سنوات نستمع الى المشاركه تاعك كعادة استعيذي وانطلقي وانتبهي إلى التوجيهات حتى نستفيد جميعا جزاك الله عنا كل خير. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. (الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً. والنهار موب مبصراً) تقرأين ورشاً؟ نعم نعم إذا استفيلي الميم والباء استفيلي موب وليس موبا موبا أنا أعلم أن الصاد بعد الباء تجر الباء التي قبلها لأن القوي حتى في الحروف القوي يأكل الضعيف ولهذا نحاول تخليص الحروف من جر بعض الحروف المفخمة إلى تفخيمها وهي مستفالة أصلا نعم أعيد شيخنا نعم الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. نعم. إن الله لذو فضل على الناس. نعم. ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ولكن أكثر الناس لا يشكو شكو كو كرون استفيل مم. الكاف ثم فخمي الراء بضم الشفتين قل ولكن أكثر الناس لا يشكرون يشكو كرون فضلك أعيدي ولكن أكثر الناس لا يشكرون نعم. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا توفكون كذلك يوفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون يا أم عبد المالك نعم تقرأين بالتوسط نعم صح إذا إذا وصلت فأن لابد أن تقلليها إيه ما قللتش نعم انتبهي لا أنا أنا, أنا درت في أنا في حسباني أنك تقرأين بالقصري نعم طبعا كمان <applause> أعيدي من فضلك معي فأنا توفكون أقول فأنا هذا فتح فأنا هذا فتح فأنا فأنا توفكون فأنا توفكون فقط فائدة إذا قللت إذا قللت فالألف الذي يأتي بعد الحرف مدا يكون تابعا للحرف كان مفخما أو مرققا أو مقللا نقول فأن صوتا واحدا فأن يوفكون أعيدي من فضلك نعم فأن توفكون كذلك يوفكون نعم شيخنا واصلي كذلك يوفق الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم وصوركم فأح سَنَصُوَرَكُمْ ورزقكم من الطيبات ورزقكم من الط الطي الطيبات الياء بعد الطاء جاءت مضعفة يعني جاءت مشددة فلا بد من هذا النبر أن أعطيه حقه حقه نقول الطيبات نعم ورزقكم من الطيبات من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا الحي لا ضم إنه. الشفاء الحي هو الحي هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين شكرا الأخت أم عبد المالك نعم قراءتك طيبة ما شاء الله في التجويد التجويد لابد من فهم شيء معين يا يا الاخت الكريمه. نعم. لا. لابد من فهم ان التجويد اصله كما قال صاحب النظم صاحب المقدمه قال اذ واجب عليهم محتم قبل الشروع اولا ان يعلموا مخارج الحروف والصفات هذا هو التجويد. لا. هذا هو الترتيل، الاعتناء بالمخارج. والصفات للحروف فإذا أجاد الإنسان هذا الجانب فقد أجاد وفتح عليه بعد ذلك بكل شيء بعده كان يسيرا ولهذا ما شاء الله آداءك طيب مخارج الحروف عندك صافيه وكذلك صفاتها فجزاك الله عنا كل خير على هذه المشاركه تدرسين الأخت الكريمه أنت لا شيخ ما كنت في البيت يعني احفظ فقط في البيت انا في المقرأة الالكترونيه الجزائريه. خلاص معليش ما, ما كاش نعم. مشكل لكن ما تبخليش هذا الخير اذا كنت في المقرأة اولا ان تبدأي بأبنائك ثم ان تشيعي او تنشري هذا الخير بين الناس. الحمد لله ان شاء الله. فوفقك الله وجزاك الله عنا كل خير. شكرا رحمة شكراً. شكراً, شكرا الاخت ام سلامت. عبد المالك من تلمسان شكرا شكرا نعم. أه ربي يجازيك الاخت من تلمسان على هذه القراءة وعلى هذا الاتقان وعلى هذا الحرص. فيعني قراءات يعني نسمعها من ربوع وطننا كما قرات الاخت هبه عبد الرحمن هبه امة الرحمن من عامة وكذلك ام عبد المالك من تلمسان. هذه القراءات وهذه المشاركات تثلج الصدر وتشنف الآذان وترفع من معنى أن الإنسان المسلم لا بد أن يجتهد في أن يكون كما جاء في الحديث الحديث النبوي قول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة مع الملائكة السفرة الكرام البررة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعنا مقامات نقف عند هذا الحد في بيان حكم آلان لنواصل بإذن الله تعالى في حصة لاحقة والى ركن القراءة النموذجية مع هذا الفاصل ثم نعود إليكم. نعود إليكم والعود أحمد بعد هذا الفاصل إلى ركن القراءة النموذجية كنا قد وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين وصلنا الى هذا الموضع اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلِكُلٍّ وَجْهَةٌ هُوَ مُوَلّيها فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره، ليلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم يأتيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه "ان الله مع الصابرين". صدق الله العظيم وبلغ رسوله المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا لمن الشاهدين. فنسال الله سبحانه وتعالى ان نكون من عباده الصابرين، نستعين في ذلك بالصبر والصلاه. والصبر مفتاح من مفاتيح الله سبحانه وتعالى يفتح به على عباده من شاء فنقف عند هذا الحد ونسال الله سبحانه وتعالى ان يتم علينا الخير والبركه كما لا يفوتنا ابدا ان نقول لكم ارقامنا وموقعنا اسفل الشاشه فلا تبخلوا علينا بمشاركاتكم وبنصائحكم وبتوجيه توجيهاتكم فهذا البرنامج برنامجكم ونحن في خدمة آه السادة المشاهدين والمتابعين ما دمنا نلتقي على مائدة كلام الله سبحانه وتعالى كما لا يفوتني أبدا أن أشكر من شاركنا بتلاواتي في هذا, آه في هذا البرنامج وفي هذه الحصة من ولاية النعامة وولايه تلمسان فجزاكم الله عنا كل خير هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى بيانه ويسر الله سبحانه وتعالى ايضاحه فنسال الله سبحانه وتعالى التوفيق واقول لكم الى لقاء اخر والسلام عليكم ورحمه الله